مستبقا شفت فينا سهلا، مرحبا بكم معنا في البث المباشر مباشره من تطوان. اهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله تطوان الحمر البيضاء كتسجل حاله واحده مؤكده خلال 24 ساعه الماضيه وصفر حالات وفاه. مدينه سجلت بها اصابه واحده بكورونا وصفر حالات وفاه خلال 24 ساعه الماضيه. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 385 حاله مؤكده جديده كترفع العدد الاجمالي للمصابين منذ بدايه الجائحه الى 517808، فيما عدد الوفيات الحمد لله تراجع بشكل كبير الى حالتين وفاة فقط كترفع العدد الاجمالي الى 9131، فيما الحالات ديال التعافي اليوم اكثر الحمد لله من الحالات المؤكدة 393 كترفع العدد الاجمالي 506061 حالة، فيما الحالات تحت تنفس اصطناعي الاختراقي 5 والحالات تحت تنفس اصطناعي الغير اختراقي 91. ونعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات، طبعا جوج ديال الجهات في المغرب اللي سجلوا حالة واحدة لكل منهما، جهة الدار البيضاء 16 حالة وفاة واحدة بالدار البيضاء، وجهة مراكش أسفي حالة وفاة واحدة بمراكش، فيما باقي الجهات صفر حالة وفاة، جهة الرباط سالا القنيطرة، جهة سوس ماسة، جهة طنجة طوال الحسيمة، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة قلميم وادنون، جهة فاس مكناس، جهة الداخلة والذهب، جهة بني ملال الخنيفرة، وجهة درعا تافيلات، وجهة الشرق، الحمد لله هذو كاملين صفر حالة وفاة، ونتمناو دائما الدعوات ديالكم ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل، هذا هو الأهم. تطوان الحمر البيضاء كتسجل حالة واحدة مؤكدة وصفر حالة وفاة. على المستوى الوطني عفوا الحمد لله تراجع مهم فيما يخص الوفيات، وسجلت جوج ديال الوفيات فقط، حالة بالدار البيضاء وحالة بمراكش. نتمناو في الأيام القليلة المقبلة أن نرجعوا لصفر حالة وفاة ورجعوا لصفر حالة مؤكدة، لما لا إن شاء الله نستقبلوا فصل الصيف خالي من كورونا 100%، ولكن مزيد من الحيطة والحذر مع الاستعدادات اللي تعرفها عملية استعدادات عفوا ديال العيد الأضحى، وما بغيناش نتفاجئوا بشي أرقام ماشي هذيك ديال عيد الأضحى. إذا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا لما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، هذه الأجواء ديال تطوان في هذه اللحظات اللي سجلت حالة واحدة مؤكدة فقط وصفر حالة وفاة. ونذكركم كذلك بالأرقام ديال التلقيح، بالأرقام ديال التلقيح متابعينا، نذكركم بالأرقام ديال التلقيح، أن أكثر يعني من 8 ديال المليون، أكثر من 8 ديال المليون في الجرعة الأولى وأربعة خمسة تقريبا ناقصة شي شوية، يعني معدل ديال 13 مليون اللي لحد الساعة اللي تلقحوا. هذه نقطة مهمة بالنسبة لنا المغرب، ونتمنوا في القريب العاجل إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية، هذا هو الأهم. دائما متابعي قناة شوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر عبر شوارع الحمر البيضاء. دائما متابعينا كما قلت الحمد لله، أنا تطوان اليوم كتسجل حالة واحدة فقط مؤكدة وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع الحياة الطبيعية. إذا دائما متابعينا، دائما متابعي قناة شوف تيفي، احنا معكم في هذه الجولة عبر الشوارع الحمر البيضاء. الحمد لله أنا تطوان اليوم الحمر البيضاء كتسجل حالة واحدة فقط مؤكدة وصفر حالة وفاة. وعلى المستوى الوطني كاين تراجع مهم، هو جوج ديال الوفيات، حالة بالدار البيضاء وحالة بمراكش. ونتمناو ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. متابعينا احنا معكم في هذا الدردشة عبر شوارع الحمر البيضاء، لاحظوا الأجواء في هذه اللحظات، نتمناو ترجع المياه المجاريها في القريب العاجل. إذا العدد ديال الوفيات على المستوى الوطني اليوم مهم تراجع ديالو بصراحة، لأن الكل كينتظر العودة للحياة الطبيعية، والحمد لله أنه الأرقام بدات كتبشر بالخير مع ارتفاع عدد المواطنين اللي تلقحوا، يعني وصلنا 13 مليون، رقم مهم ماشي سهل باش نكونوا واضحين. ونتمناو في القارب العاجل ان شاء الله لما لا نوصلوا 20 مليون او 25 مليون، وهنا غادي نكونوا وفرنا الحمايه الجماعيه ونطلبوا الله الخير، هذا هو الاهم. اذا دائما متسبقا نشوف تيفي، احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمر البيضاء، انتم كتلاحظوا الاجواء متسبقا نشوف تيفي، احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمر البيضاء اللي سجلت حالة واحدة فقط. تحية لكل متابعينا داخل الوطن وخارج الوطن، هذه الأجواء اليوم ديال تطوان اللي كتعرف الشرقي، وكانت سخاتها مطرية في الصباح، الآن 4:34 دقيقة، بالمنتظر ترجع الحياة الطبيعية
في القريب العاجل ان شاء الله. هذا هو الاهم، غير نرجع للحياه الطبيعيه. احنا مقبلين كما قلت على فصل الصيف. مرحبا، مرحبا بكل المتابعين في داخل الوطن وخارج الوطن، ونتمنى الدعوات ديالكم. هذا هو الاهم، ومزيد من الحيطه والحذر، لان كورونا ما حدا مازال كتشجل ضحايا، راه مازال تقتل. الاهم هي ترجع للحياه الطبيعيه، الاهم هو نتغلبوا على الجائحه، الاهم ترجع المياه لمجاريها، ونستعرض الحركه التجاريه. هذا هو الاهم، وشكرا لكم متابعينا اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. وكما قلت، اعلنت وزاره الصحه اليوم على تراجع مهم في الحقيقه في عدد المصابين ولا الوفيات بالدرجه الاولى. ونذكركم بالارقام قبل ما نودعكم في المعهد المباشر. 385 حاله مؤكده كترفع العدد الاجمالي الى 517808، حالتين وفاه، حاله بالدار البيضاء وحاله بمراكش، كترفع العدد الاجمالي ضحايا كورونا منذ بدايه الجائحه الى 9131. حالات ديال التعافي اليوم مرتفعه الحمد لله مقارنه مع عدد ديال الحالات المؤكده 393، كترفع العدد الاجمالي الى 506061 حاله. الحالات النشطه 2616، والحالات تحت تنفس الاصطناعي الاختراقي 5، والحالات تحت تنفس الاصطناعي الغير اختراقي 91. الحمد لله الارقام بقات كتراجع تدريجيا. هذا هو الاهم، بغينا ترجع للحياه الطبيعيه، بغينا ترجع المياه لمجاريها، وبغينا الكل ينخرط في التحسيس في المحيط ديالو. متابعي قناه شوف تيفي، احنا معكم في هذا الدردشه عبر الشوارع بالومار لانك. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، أما نلقاكم بخير في مباشر آخر مع موضوع آخر. تحية معتكف لكم أينما كنتم، إلى اللقاء في مباشر آخر.